فقرتنا القادمة رح نحكي عن موضوع كتير مهم، ألا وهو الجهود التي تبذل ليس فقط في الأردن ولكن في العالم العربي وفي العالم من أجل مكافحة الإرهاب. المؤتمر اللي رح نحكي عنه عنوانه العريض هو لا للإرهاب نعم للتنمية. قديه بنحتاج لهذا العنوان أنه فعلا يعني يكون في كل الجهود مبذولة لحتى فعلا يكون واقع ملموس بحياتنا وبدولنا وبالعالم أيضا. هذا الصباح بسرنا أنه نرحب وإياكم الأستاذ دكتور إبراهيم كلوب، وهو رئيس جمعية أصدقاء البرلمان الأردني، وأنتم متعاونون في هذا المؤتمر مع المجلس العربي للأكاديميين والعلماء العرب. ست نبيلة عبد الشكور معنا الدكتورة، وهي رئيسة مجلس هذا الاتحاد. أهلا وسهلا بكما، صباح الخير، يا هلا فيكم. اسمح لي لأنها ضيفتنا من الجزائر وسيدة أبلش معها بالأول. صباح الخير دكتورة نبيلة، أهلا وسهلا فيكي. أعتقد أنه يعني اتحاد بضم أكاديميين وعلماء عرب هو الاتحاد الذي قد يحل هذه المشكلة، يعني الأكاديميين والعلماء والنخبويين بشكل عام بيقدروا أنهم يلاقوا حلول لهذا الموضوع. تفضلي دكتورة، ليش هذا المؤتمر تحديدا؟ شكرا. في البداية صباح الخير. صباح وأهلا وسهلا للتلفزيون، يعني أشكر تلفزيون أردني. أهلا وسهلا فيك على هذه الدعوة الطيبة، كما أشكر زميلي مساعد الأمين العام لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب والحضور الكريم. طبعا طبعا موضوع الاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب هي في الحقيقة جاءت في وقتها. أوكي. حان الوقت، أقول أنه حان الوقت لمثل هذا الاتحاد. هي مساعي، هو مشروع نهضوي للأمة العربية. صحيح. مشروع نهضوي للأمة العربية للتفتح، للتقدم، للازدهار، قبل ما يكون للنخبة، وأقصد بذلك الأكاديميين والعلماء العرب والمثقفين. طبعا طبعا الهدف الأساسي هو المجتمع. أي نعم، المسؤولية ما يعني مسؤولية هي مسؤولية النخبة. نعم. بامتياز، ولكن من أجل ارتقاء بالأمة العربية وبالمجتمع العربي. بالفعل الاتحاد هذا دكتورة نبيلة قد ايه عمره تقريبا؟ الفكرة أساسا والمشروع أساسا والتأسيس أساسا كان قرابة سنة. من سنة. سنة من سنة. طبعا. وجهود نخبة عربية مثقفة أكاديمية علماء من المياه إلى المياه، من الخليج العربي إلى المغرب الأقصى. صدقيني سيدتي، عندكم أعضاء من كل الوطن العربي. نعم، لنا أعضاء في كل الوطن العربي، يعني الخليج العربي، الشام الكبير، العراق، مصر، والسودان، والمغرب العربي. رائع. ودائما كان بينحك أصلا سؤال دكتور إبراهيم، أنه أين المثقفين، أين الأكاديميين النخبويين من حل مشكلة الإرهاب والمشاكل اللي بيعاني منها الوطن العربي بشكل عام. أعتقد هذا المؤتمر رح يكون لهم دور كتير كبير، بالمشاركات تبعتهم رح تكون موجودة عندكم في المؤتمر. أكيد. صباح الخير على الجميع. صباح الخير للبرنامج يوم جديد. إحنا وجدنا أن الوجع والهم العربي كبير، واكتشفنا انه الاكاديميين والمثقفين والعلماء مغيبين. بالضبط. في الوطن بالزبط. العربي ما لهم ادوار رئيسيه، هم عباره عن اداه تلقينيه صارت في الجامعات. الان لازم هم ينهضوا ويبداوا بادوارهم باعداد اجيال المستقبل في الوطن العربي. تماما. ولذلك احنا بدانا منذ عام بتجميع اكاديميين كل الوطن العربي كل التخصصات والمثقفين والمبدعين والعلماء، واصبح لدينا اعداد كبيره الان من كل خلينا نقول الوطن العربي. واحنا كاتحاد راح يكون اتحاد نوعي مرخص من المجلس الوحده الاقتصاديه العربيه الذي يقوده الدكتور محمد الربيع، ناخذ غطاء يعني من الجامعه العربي من مجلس الوحده. فمن هون بصير عندنا حريه العمل في كافه الوطن العربي. جدا. الان وجدنا انه في 73 اتحاد، ما في ولا اتحاد يعنى بالاكاديميين والعلماء والمثقفين. فهم كثير انبسطوا على هذه الفكره، وكثير انبسطوا على تقديم هذا المشروع واهدافه. ولذلك احنا يجب عقد مؤتمرات حتى يامنوا في دورنا وشو قدراتنا وقديش بنقدر نجمع عرب وقديش بيقدروا يجي يحضروا. هذا اول مؤتمر دكتور ابراهيم. هذا المؤتمر الثاني. تخيل يعني خلال شهر صرنا نعقد مؤتمرين، لانه في دوره عربيه لوزراء العرب في شهر 12 بدنا ناخذ ترخيص، يعني وعدونا بالترخيص نجح مؤتمرنا الثاني. تمام. اللي بدنا نحكي عنه.
ليش لا للرهاب نعم للتنمية، هو العنوان العريض دور الأكاديميين والعلماء والمثقفين في مواجهة الإرهاب. الآن هذا الإرهاب الموجود في الوطن العربي، هل هو مصطنع؟ هل هو حقيقة؟ هل هو مدفوع الأجر؟ هل هو انحراف عن الدين؟ بحاجة يعني بحاجة لبحث كثير مطول، يعني 16 ورقة بحثية من علماء وأكاديميين ومثقفين حقيقة درسوا الوضع. يعني راح يعطونا نتائج، راح يكون فينا توصيات، بعضهم جزء غير متوقع للجمهور العربي. تمام، جميل. دكتورة نبيلة، يعني مين حرصتوا أنه يشارك في هذا المؤتمر؟ يعني شو هي التخصصات قد تكون الأكاديمية المعنية تماما بموضوع الإرهاب؟ خلي لي أخت الفاضلة أنني نوضح لك نقطة مهمة جدا. طبعا أنه الهد اتحادنا، يعني أي نعم، هو ولد وهو يمشي في الحقيقة. الدليل على ذلك أننا قرابة نصف شهر راح نديروا مؤتمرين. المؤتمر السابق كان في شهر 9/25، وكان موضوعه التعليم في الجامعة في الوطن العربي، التعليم الجامعي في الوطن العربي. وطبعا والآن غدا إن شاء الله راح يكون مؤتمر حول الإرهاب. يعني لو نديروا بين المدة والمدة نجد أن عدد الوجود العربية قرابة 16 دولة عربية، بل أكثر من هذا. يعني حتى في مؤتمرنا السابق اللي هو المؤتمر الأول كان حتى لغير الناطقين بالعربية، يعني حضرت حتى نيجيريا، وكانت هناك رغبة من الوفود، ما يعرف عندنا بالمغرب العربي جنوب الصحراء كالسنغال ومالي، كانت وفود مثقفة أكاديمية كانت محبة. مشكلة عالمية لأنها كمان مش فقط عربية، نعم، كل الأحوال والناطقة باللغة العربية كانت محبة أنها تحضر هذا الاتحاد. الاتحاد طبعا، يعني أنا أؤكد لو سمحتي، شروط النهضة تكمن في 3 نقاط أساسية. أولا الرجال، ثانيا البيئة، وثالثا وضع منهاج. أكيد. فأما الرجال فبالفعل يعني وجدنا والحمد لله رجال أو رجالات، ما يعرف عندنا برجالات علمية قائمة، طبعا على رأسها الأمين العام لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب اللي هو الدكتور محمد. رجالات ونساء؟ لا، لكن نقول رجالات أستاذة الفاضلة، لكن لما نقول رجالات نقصد بها الجنسين، قادة الرأي من الجنسين. نعم، تمام، جميل. لأنه أنا يعني إذا رئيسة مجلس إدارة سيدة، يعني أكيد أيضا النساء هم مشاركات في هذا المؤتمر. إذا المؤتمر دكتور إبراهيم بكرة، المؤتمر يوم غد برعاية دولة رئيس الوزراء، وهناك متحدثين من الجامعات العربية والمحلية، وراح يحضر أمين عام مجلس الوحدة العربية الاقتصادية أيضا لكي يراقب هذا المؤتمر ويرعى أيضا مع دولة رئيس الوزراء. وهذا المؤتمر راح يعني بضم نخبة من العلماء المتخصصين في الشريعة، في علم النفس، في علم الاجتماع، في حتى الاقتصاد أخرى. أعتقد والاقتصاد أيضا، نعم. يعني هم راح يعني في قضايا متعددة، هم متخصصين في أمور مختلفة. وفي عندنا ضيوف من العرب الموجودين في أمريكا وفي أوروبا راح يحضروا هذا المؤتمر وأعضاء معرفة الاتحاد. أنا بدي أشكركم جزيل الشكر دكتور إبراهيم وكلوب والدكتورة نبيلة عبد الشكور على وجودكم معنا، موفقين إن شاء الله في الاتحاد، في الجمعية، في المؤتمر. شكرا جزيلا.